مدن 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 لكن هناك اشخاص يمكن ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من مرحلة ديكا كايو إن أي إن أي وحبدا كسو هاغاغين تاس شبك مجرو ما هاتاس وحايس كالا دولة بنتلان ومدعوينو هوغامينيو أنا وحنا عين شقالي وحان قيلنا إنتي عين شقاليني إن دولة بنتلان أي قادي سي عقبات كستو تيماتا أنا هلين عيدا نوفران تاكلوا يسال وحكروا سوين وما علينا تدوينا مقالة كالكعيو وضيع النقضي إن الدولة تلشق يا سوفا كنت قيبت أول وعي عاي إن يقرص الناسيين إن أقوانو شقالا باحد لأي وقبر كقب سونتي وأموكيل ونعي دمان إذا مدى وقابي بدعوينا يقرأ حكومته وحيانا لتلمامي كرو وان عاوان كشيرين وقف صومي وحكم ذا إن إذا ماذا أمنك إسكو دفكا إشقيني إكو قولي استيه ستطبع شبك قدوات كواس وكتلالك كيسن جلي مقالا كالكعيو يقرأيو سيدو قلال بوليس كوحي تهمني وايا لكن يستيد قف وقلع ولغش كيسان يهي إن الشباب حرير للعين وحقياس إن إن مقالة كالكعي يسون أهل يكون نوريين كنت ما يقف وقابل سنة سهامين تا سكوات كا إيو هو قابل سنة حرير كقبل لدى وقضياش وحيالة هاس تتكى تليفون لدى كتتراء وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن يقول واحد جيني إن كرو قانو إن تدكو حد واحد قال إن هير أي تجان محكمة لها أو أي ويرس شكتان ماشي أو ضيا شكل يبيجين هي نسمة دوانا ذي رك النعاس حتى واحد جد دكبوي إن حكمه محكمة ذات أي كدا عيان ولو خبر يخم بذي تنبلي ياش لو حكمة يوم رول كلو كل حكمة يوم وعن شيء إن عقبة يير ويكمل تاي دغامين تا عصوب تاس وغرسة تا اسكو كفشو بيرو سيدا قدق موي كقلتوكو يا برسالة رنتي عرين تاس وعرين صون ونغطي واي تا انكستو قام اي دولت كسو صعدي حتى نددكو اي سيوين انتي سوه بيا دولة يان ان اسكو الله يان بركد لقضي واسكو قفصنا عرين تاس وعولي اسكاد اوه الوجرة سيدو كرا دوالكا ومغادا كالكعيو مركي أمني هشي قيمي لوكو وكرو كعي وحاسب تيين لوكي ولا اسكو قبصدو وددكو أي قريو اسكو قاتان سيدو دعلي دوان إنين كبين تي اسكو رما دول إلا بلي ويد بي ستح لي بلوت إلا أفر كعنقاد ودول بعد عي ومنين با كبين تي ستح قفوكرا ويقول داو عمين وحدي كنا قبلا هو واحد كم ذا رماع عشاك شابني يو وحيالي يرقب قلي أو لحي لما هو بالفرشة يو
iyadana waxaan rajaynaynaa haddii la helo garoomo waaweyn oo ay yeesho dhallinyaradu mataqaanaa tartan ama komiteeshi fiican inay arrintaas wax weyn ka qabi kadho. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda Puntland sidii quruxda badnayd, howlkarnimada lahayd ee muddadii aan shaqaynayno nala shaqeeyey isagoo aan la qiyaasi karin go'aamadii khatarta lahayd oo u qaatay, oo weliba aan xusuusano inta maseej u diro uu fuliyo. Waxaan isleenahay waxa ugu weyn oo ii qabsoomay oo reer gaalkacyareermud u qabsoomay inay ahayd sidaa niyadda leh oo uu nala socday madaxweynu. Waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka mudug oo ahaa nin adag oo wax kasta oo dhibaata naga hor yimid tuurta u ritay oo naga fogaamiyay. Waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa ciidamada daraawiista, asluubta iyo ciidanka nabad sugidda oo iyagu fure u noqday waxyaalaha qabsoomay. Waxaa xaqaa oo runtaana in la sheegaa waa waajib. Waxaan isleenahay maanta gobolka mudug wuxuu leeyahay awood ciidan, awood sirdoon, awood maamul. Wuxuu raaci karaa gobollada kale ee dalka, wuxuu la tartami karaa ama ka dheereyn karaa badidooda. Marka la fiiriyo mashaariicda horumareed oo waaweyn oo aan anagu gaardiya ka nahay, waxyaalahaas anagu xisaabtamayna waxaan diyaar u nahay cid kasta oo ku fakadha hadday xitaa gobol kale joogto inay horumarka halkaan dhumiso in aanu ka howlgalo. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Salaam alaykum.